أهلا وسهلا بحضراتكم. مستمرون إذن في هذه الومضات الإيمانية المباركة التي يصحبنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. في هذه الومضة الإيمانية التي تأتيكم وكالمعتاد على شاشتي إكسترا نيوز وسي بي سي خلال أيام شهر رمضان المعظم، نسلط الضوء على غزوة بدر الكبرى، المعركة الأولى التي خاضها المسلمون تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان المسلمون قليلو العدد، هذا صحيح، لكنهم وتحت حنكة القائد صلى الله عليه وسلم وثبات المسلمين يومئذ تمكنوا من الظفر بنصر عظيم. مفصلية هذه الغزوة الكبرى وملابساتها يصحبنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أهلا وسهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم خوض غمار هذه المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الكلام عن هذه الغزوة وعن هذه المعركة الجليلة الحقيقة كلام ذو شجون، لأن المسلمين وهم قليل العدد بالمقارنة بالقوة المادية لقريش ما كان يمكن أن يؤخذ قرار الحرب في هذه الحالة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعطي الدرس في أن العبرة ليست هي بالعدد، وإنما العبرة بالإعداد، والعبرة بما في القلوب، والعبرة في التربية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى رجالا يمكن أن ينتصروا في أي معركة من المعارك طالما أن الأمر كان على قدر هذا الإعداد الذي تم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأمر في الإعداد هنا ليس قاصرا على العدة الحربية، وإنما هو تهيئة للنفوس وتربية وتزكية للنفوس أولا، لأن الانتصار على النفس هو من أهم مقومات الانتصار على الغير، على الأعداء في المعارك. إذا انتصر الإنسان على نفسه أولا استطاع أن ينتصر على عدوه أيا كان نوع هذا العدو. فربي المسلمون تربية حسنة تحت بصر ويد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهنا قوة نكرة، يعني ما تستطيعون من أي قوة، لكن لا تدخروا جهدا. فهناك قوة علمية، وهناك قوة عسكرية، وهناك قوة أخلاقية، وهناك قوة إيمانية، وهناك تتعدد مصادر القوة وأنواع القوة، بحيث لا نقتصر فقط على هذه القوة العسكرية. كل هذا يمثل في مجمله بما يمثل قوة، بما يسمى بقوة الردع، بحيث إن الغير عندما يريد أن يتخذ قرار للحرب ضدنا يفكر ألف مرة من هذه القوة التي أعدت قبل ذلك. عندنا اقتصاد قوي، وعندنا قوة علمية قوية، وعندنا إيمان قوي جدا، تمت تربيتنا تربية صحيحة، وعندنا من المقومات التي يمكن أن ننتصر بها في أي معركة من المعارك. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تحدثون من قوة الردع ما يفكر به العدو ألف مرة في أن يتخذ قرار حرب ضدكم. هذا بالفعل ما حدث بعد هذه الغزوة، فعلم أن المسلمين في قوة أخرى غير القوة التي كانت لهم قبل ذلك. ولهذا فإن قرار الحرب في هذه الحالة في الحقيقة كان قرارا حكيما، لأنه أولا استردت به الحقوق التي كانت للمسلمين وكانت مسلوبة ومنهوبة من قبل قريش قبل ذلك، والمسلمون لم يخرجوا من قريش وعندهم شيء، بل خرجوا بأجسادهم فقط ولم يخرجوا وفي يدهم شيء.
فتركوا ما وراءهم من ثروات كبيرة جدا، وبعضهم كان من الأغنياء الكبار في مكة المكرمة، لكنه ترك كل ذلك فداء وحبا لدين الله سبحانه وتعالى. فعندما يستردون شيئا من ذلك هم يستردون حقوقهم، فكانت المعركة هذه لأجل هذا المعنى. ثم إن درسا كبيرا جدا، فضلا عن إعداد القوة التي كانت موجودة، بحيث إن 314 من المجاهدين الصحابة الكرام الذين قاتلوا ببسالة يعني غلبوا وانتصروا على 1000 من قريش، وهذه وفي الروايات لم يكن معهم إلا فرسان تقريبا. على كل حال يعني لم تكن القوة متكافئة أبدا بحال من الأحوال، يعني من ينظر بمعايير الحرب يقول هذه معركة خاسرة من البداية، كيف وأن لهذا العدد الذي يمثل ثلث القوات هناك في الطرف الآخر أن ينتصر على هذه القوات الكبيرة، فضلا عن التجيش الكبير جدا لقريش. وقريش هي عندها فن الحرب القوي الذي يحسب له 1000 حساب، ومع ذلك اتخذ هذا القرار، اتخذ بناء على مشاورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أيضا لم يكن يرغب في أن يخرج لقريش في بدر، وإنما كان يريد أن ينتظر في المدينة المنورة حتى تأتي قريش. وكأننا نقرأ من هذا أن هذه المعركة وغيرها من المعارك التي خاضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيادته لم يكن القصد فيها مجرد الحرب، وإنما الدفاع عن المقدرات. ولذلك كل حرب خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطتنا هذا الدرس، أننا ندافع عن حقوقنا وندافع عن مقدراتنا وندافع عن وطننا وندافع عن ديننا وهكذا. لكنه صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة، فاستقر الرأي على الخروج فخرج صلى الله عليه وسلم. وهذا درس في اتخاذ القرار بناء على مشورة، التي ترجمت في عصرنا الحاضر إلى مؤسسات. قضية المشورة هذه وشاورهم في الأمر اتخذت اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وسياسيا في صورة مؤسسات، الآن يستشار فيها أو يستشير من خلالها ولي الأمر قبل أن يتخذ قرارا من القرارات. ثم كانت المشورة الثانية، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى بدر، وفي المكان الذي عسكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت القوات في هذا المكان، الحقيقة بعضهم استغرب أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، مع أن غيره قد يكون أولى، غيره من الأماكن يعني قد يكون أولى بالنزول. فذهب رسول الله في تقدير الموقف العسكري، في تقدير الموقف العسكري، لكنه أيضا في حذر شديد. نعم. لعل وحيا يعني نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى هذا المكان، فيكون الخير وتكون المصلحة في الوحي وليس في تقديرنا نحن. ولذلك هو ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحباب بن المنذر. نعم، أو الحباب بن المنذر. نعم، سأله صلى الله عليه وسلم، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منزل أنزلك كان يخشى أن يكون وحيا في البداية، يخشى أن يكون وحيا، فلم يتجاسر أيضا. نعم. لكنه يريد أن يستفسر أولا، هذا منزل أنزلكه الله، فلا يجوز لنا أو فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة، الأمر ما فيش وحي، لكن هو اجتهاد. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا هنا، وينبغي أن للمشاهد الكريم أن يسأل هذا السؤال، كيف لرسول الله وهو ابن هذه البيئة أن يجهل يعني هذه الأماكن والخير في أين والقوة أين ينزل؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهل مثل ذلك، وإلا فكيف يتفوق صحابي على سيدنا رسول الله؟ هذا أمر غير مطروح، لكنه أراد أن يعلم الصحابة الاستشارة والمشورة، والرأي لا يكون إلا والقرار لا يكون إلا بعد أخذ الآراء. وبناء على ذلك قال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال إذن ليس هذا بمنزل، أرى أن ننزل
في مكان كذا وكذا، وأخذ يبرر له ويعطي له المقدمات والمعطيات التي من أجلها اتخذ هذا الرأي عند هذا الصحابي الجليل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيه ونزلوا في المكان الذي حصل ذلك. لكن نقف وقفة أخرى مع هذا التصرف النبوي ومع تصرف الصحابة رضوان الله عليه، وكأنه يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بتصرفات متعددة، فقد يتصرف باعتباره مبلغا شرعا، وقد يتصرف باعتباره واليا وإماما للمسلمين وقائدا للحروب، وقد يتصرف بمقتضى كونه يفتي الناس، وقد يتصرف بكونه يقضي بين الناس. فأي التصرفات نضع هذا التصرف الذي تصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في هذا المكان، أكان بوحي أم بمقتضى الولاية وبمقتضى الإمامة؟ فلما رأى أنها بمقتضى الإمامة قال إذا ليس هذا بمنزل وليس هذا في بمكان ننزل فيه. وكأنه يشير لنا إلى أن ما تصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه واليا وإماما يتطور على حسب الزمان والمكان. فكل من يلي أمر المسلمين ينبغي أن يبحث عن الأصلح لهم وعن ما يمكن أن يؤدي إلى رقي وإلى تقدم. وكذلك درس كبير جدا لم يفهمه أولئك الذين تجرأوا على النصوص الشرعية واتخذوا قرار الحرب من خلال أنفسهم، في أن هذا الصحابي الجليل أراد أن يقول لنا إن قرار الحرب إنما هو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعني يتخذ قرار الحرب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بأن قرار الحرب في كل زمان وفي كل مكان إنما هو بيد الدولة وبيد ولاة الأمور، لأن هذا القرار خطير في مضامينه وخطير في مآلاته. في مضامينه أننا سندخل ميدانا لا نعلم ما المصير فيه، ثم النتائج المترتبة عليه بعد ذلك. هذا قرار خطير يحتاج إلى تقدير للأمور، وتقدير الأمور في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمننا وفيما سيأتي من أزمان يخضع لتقديرات كل زمن على حدة. ولذلك قد يكون قرار الحرب الآن يحتاج إلى رؤية أخرى غير ما كانت قبل ذلك، لأنه الآن الحرب ليست كحرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضامينها، إنما هي حرب ولا في تبعاتها كمان، ولا في تبعاتها، ده حرب مدمرة. الآن قرار الحرب خطير جدا، وينبغي أن يكون مبنيا على معلومات سابقة، على رؤى سابقة من أجهزة مختلفة في الدولة. الأمر الآن اختلف اختلافا جذريا، لكن هذا الدرس هو يسري في أجزاء الزمان، فلا يخلو زمان ما أيا كان هذا الزمان ولا مكان ما من أن يكون قرار الحرب قرارا يتخذ عن طريق ولي الأمر وعن طريق الدولة لا غير. شكرا جزيلا لفضيلتكم الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شكرا لحضراتكم أيضا على طيب متابعتكم لنا في هذه الومضة الإيمانية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء على شاشتي CBC وإكسترا نيوز.